السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه معلومة اللي بغيت نتقاسمها مع الطلبة اللي معنيين بها، يمكن ما توصل لهمش يعني في الوقت المناسب. المهم نقسموا معهم هذه المعلومة، هي انه السيد وزير التعليم العالي ومن هو السيد وزير المنتدب يجيبوا باش من نغلطوش، التوقيع كان من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هادو جوج الوزارة وقعوا على واحد الوثيقة سموها قرار بالفرنسية ديسيزيون كونجوينت، قرار ما بين جوج ديال الوزارات اللي قرروا جوج باش تعطى واحد المنحة ديال 7000 درهم للطلبة اللي غادي تسجلوا في الدكتوراه ابتداء من السنه الاولى ديالهم، ووضعوا واحد المجموعه ديال الشروط، يعني 7000 درهم غادي ياخذوها شهريا، طالب اللي غيتسجل في الدكتوراه غادي ياخذ 7000 درهم كمنحه شهريا، خصو يكون كيتوفر فيه الشروط الاتيه. هي الشروط اللي كاينه هنايا اربعه ديال الشروط، الشرط الاول هو يكون عنده جنسيه مغربيه، ثانيا يكون مسجل في سلك الدكتوراه في ديك في جامعه عموميه، في جامعه عموميه وفي واحد المواضيع اللي هي عندها اسباقيه، يعني ماشي اي موضوع في الدكتوراه، ماشي كل طالب سجل في الدكتوراه غياخذ المنحه، مواضيع اللي عندها واحد الاسباقيه، عطينا واحد الاسباقيه، تلقى واحد المواضيع عندهم اسباقيه في ديك الجامعه العموميه، نقول لهم الله يخليكم انا تهمني موضوع من هذه المواضيع. الشرط الثالث هو يكون عنده السن ديالو ما يكونش كيتعدى 26 سنة، يعني ال 21 دو جانبير من السنة اللي غيتقيد فيها ما خصش يكون تيتعدى 26 سنة، الاستثناء اللي كاين غيوصل 27 سنة وما بالنسبة للدراسات الطبية أو البيطرية، هذوك السن الحد الأدنى ديال السن خصو يكون عندهم هو 27 سنة، عندهم واحد العام زايد. وأخيرا ما يكون تيمارس حتى شي نشاط اللي كي ياخذ منه مقابل، سواء يعني بطريقه دائمه او مؤقته، توقيت يعني واش كيخدم غير نص نهار ولا النهار كامل، ما خصوش يكون خدام، ما خصوش يكون كي عنده واحد الدخل في اي نشاط كيشتغل فيه. انما هادو هما الشروط، وطبعا ملي غادي تلقاو القرار وغترجعوا له غتلقاو بانه هاد الطالب اللي غيكون مسجل في الدكتوراه غادي يشتغل تقريبا واحد يعني 90 سنة 90 ساعة في العام اللي غادي يكون خصو يشتغلها، 90 ساعة في العام يعني معدل تقريبا 8 ساعات في النهار بين أشغال تطبيقية أشغال تأطيرية مساعدة ديال الأساتذة في الامتحانات في الحراسة والتصحيح في التأطير ديال بعض الأشغال ديال الطلبة ديال الإجازة وديال الماستر، إذن غادي يكون عنده واحد المجموعة ديال الأشغال اللي غادي يقوم بها، ويعني واحد تقريبا واحد المعدل ديال يخصو يشتغل حتى 90 ساعة سنويا، وهذا الشيء غادي تكون عنده واحد المراقبة من طرف الأستاذ المؤطر ديالو واللي سنويا تيخصو يأكد له بأنه هاد الطالب هذا راه اشتغل وراه استوفى هاد الشروط ويمكن له عاوتاني يجددوا له المنحة سنة، وهاد المنحة كتعطى لمدة 36 شهرا يعني 3 سنين كتعطى هاد المنحة 7000 درهم شهريا خالية من الضرائب. نتمنى المعلومة يعني هاد انا ما عطيتش رأيي فيها، فقط عطيتكم معلومة يعني بدون تقييم باش تكون في راسكم باش تقدروا تستفدوا منها انتم كطلبة اللي تكونوا معنيين بالتسجيل في الدكتوراه. إذا خاص بطلبة، معلومة اليوم هي خاصة بطلبة وتحديدا طلبة الدكتوراه، منحة 7000 درهم لمدة 3 سنوات، طبعا فيها مجموعة ديال الشروط، الشروط غتوجدوها طبعا ضمن معلومة اليوم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.